السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية أشارك معاكم النسكافيه اللي بشربه لما بكون عاملة دايت أو عايزة أنزل شوية في الوزن. مش بس كده، ده كمان بيديني طاقة وبيساعدني جدا جدا على التخسيس. في ناس بتسألني بتقولي هو أنتي بتزيدي في الوزن برضو كده؟ يا جماعة أنا بزيد في الوزن من الريحة، مش بس من الأكل. ممكن أكون مكلتش حاجة وشميت ريحتها فبحس فعلا أن أنا زدت في الوزن، وساعتها على طول بقرر أن أنا لازم أنزل وزني، ما بستناش لما الاقي وزني زاد قوي. تعالوا بقى نبدا على طول. نوع النسكافيه اللي انت حباه، ولكن انا هستعمل النهارده حليب جوز الهند. حليب جوز الهند عملناه في البيت، من انواع الحليب الحلوه جدا 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 في التخسيس، وتديكي طاقه، بيجدد طاقه الجسم جدا. استعملي النوع اللي انت حباه، سواء من السوبر ماركت او البودره او اللي احنا عملناه في البيت. مش كل النسكافيه هيكون حليب جوز الهند، بحط نصه ميه ونصه حليب جوز الهند. شايفين خفيف ازاي؟ خفيف جدا، بس فعلا فعلا بيخسس جدا، بيساعد على رفع الحرق بطريقة جميلة. جربيه وهتشوفي فعلا ده بيكون شكله. شايفين عامل ازاي؟ هجيب على طول كده اي حاجة احطها على النار، هحطها على النار لحد ما يغلي. الطريقة العادية، الحليب مع المية. طبعا شكله خفيف جدا، ولكن ما نقلقش، دلوقتي هيكون بقى شكله جميل جدا. بعد ما غلي هتجيبي نوع نسكافيه المفضل ليكي. في نسكافيه بيبقى من غير كافيين او جولد، اللي انت حباه. النوع المتوفر استعمليه، حوالي معلقه كده صغيره مليانه. وبقى التكه بتاعتي عشان اعمل الفوم واعمل شكل حلو وطعم كمان احلى، بستعمل الهراسه او الهاند بلندر. دي طبعا فكرة جديدة وجميلة جدا. نقدر نستعمل الخلاط، عملته قبل كده معاكم بالخلاط، ولكن انا طبعا بستسهل البتاع دي، وخصوصا ان هي سلس كده. شايفين الفوم ده جميل جدا؟ طبعا انا بشربه من غير سكر. تقدري تحطي سكر دايت لو انتي بتستعملي سكر دايت، استيفيا او اي حاجة من الحاجات دي. حطيت على الوش برضو، ممكن تحطي رشة قرفة او رشة نسكافيه او رشة كاكاو. كده بالنسبه لي بيكون طعمه حلو، بيساعد جدا على الحرق. اتمنى ان شاء الله النهارده الفيديو البسيط ده يكون عجبكم، وقولوا لي في التعليقات تحت بتحبوا القهوه بتاعتكم ازاي، عشان ان شاء الله هعمل اصناف مختلفه من القهوه والقهوه المتلجه الفتره اللي جايه ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامه.